اليومية بنشاط ملحوظ في ميادين العمل والتجارة والإنتاج، يساعد على ذلك حيوية الشعب البحريني التي عرف بها منذ القدم. إن روح العصر تسود مختلف أوجه النشاط، ومن الطبيعي أن تتطور المحال التجارية فتسير النهضة العامة التي تشمل مختلف جوانب المجتمع لتلبي حاجة المواطنين. وكان لابد من تنظيم هذه الحركة الدائبة، فجهز رجال المرور بأحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا الحديثة من أجهزة